الاول عايز اوري للساده المشاهدين الميداليه. ميداليه بجد حاجه فخمه قوي. لا انا شفت ميداليات كتير بصراحه، بس الميداليه فخمه وليها زي كفر يعني كريستال او بلاستيك، وهي ما شاء الله سميكه جدا، ومكتوب عليها جوه وهران اللي هي المدينه اللي اتلعبت عليها و2022. يعني شكل الميداليه بامانه حاجه يعني، يعني والعليه بتاعتها حاجه فخمه جدا. لا يعني برافو على الاخوه الجزائريين، عاملين وشغل كويس قوي يعني. مش عارف هي كده واضحه يا جماعه متهيألي. تمام. طيب عايز زي ما سالت محمد مجدي وزي ما سالت ايهاب عبد الرحمن، هسالك مؤازره الجماهير والشعب الجزائري، توقعتي ده؟ ما توقعتش كده خالص، ما توقعتش اصلا ان هم عندهم الثقافه ان هم يحضروا بالعدد دوت العاب القوى. يعني احنا زي عندنا احنا هنا الاعداد دي بنلاقيها في كره القدم قليل لما نلاقي نفس المشاركه، اما الاعداد ديت تكون موجوده في المدرجات وممكن اعداد اضعافهم واقفين بره لسه عايزين يخشوا مش عارفين. لا ما كنتش متوقعه. طب انت قلتي زي محمد مجدي كده وانتوا داخلين معاه مع الناس زحمه داخلين ملعب ولقيتوا زحمه، فانتوا تصورتوا ان في ايفنت تاني غير العاب القوه. احنا قلت لا الناس دي اكيد مش جايه العاب القوه. يعني ممكن يكون في ماتش كوره مثلا ولا حاجه. قلت كده زي محمد مجدي ولا انت كنت عارفه شفت المنافسات اللي قبليكي فعارفه؟ لا انا ما روحتش الملعب في لان اول يوم لعب انا كان لعبي تاني يوم، فما روحتش الملعب بحيث ان انا اشوف بالزبط الاجواء عامله ازاي. بس انا كنت لان كان في مجدي وبسنت لعبوا اول يوم قالوا لنا ما تتخضوش من الجمهور العدد هناك برافو كبير. فاحنا لقينا فعلا الاعداد كبيره جدا ومتفاعلين جدا ومبسوطين ان احنا موجودين ومبسوطين ان احنا. طب لما بدات المحاوله بتاعتك او محاولاتك كانوا بيشجعوكي مصر مصر مصر؟ بيشجعونا ورافعين اعلام مصر، يعني رافعين اعلام مصر والجزائر في المدرج. وبيشجعونا ومبسوطين جدا ان احنا بنلعب، يعني احنا بجد كانوا واقفين جنبنا جدا. ومش مش مش داخل الرياضه بس، يعني احنا اصلا واحنا في البلد لو موجودين في اي حته لما بيعرفوا ان احنا مصريين بيسلموا علينا وبيتصوروا معانا، ودي حاجه كويسه جدا. عايز اقول لك ان كلامك ده يعني انا جسمي اشعر بصراحه. لا بجد يعني بجد برغم ان احنا ما بتجمعناش حدود بس الاشقاء العرب في كل مكان يعني بامانه. يعني الموضوع ده بيسعدني، هو ده الهدف من الرياضه فعلا. يعني بالنسبه لنا التقارب الشعوب والتعارف. بالظبط، والتعارف انه احنا يبقى كل واحد يعبر عن مشاعره ناحيه البلد. وشفنا ابطال كتيره لينا طالعين زي عمر عصر، زي سيف عيسى طلع بالعلم المصري والجزائري. فده مش غريب عليهم وبنشكره يعني. اكيد طبعا مش هننتهز اي فرصه لما لازم هنقول بنشكره. شكرا.